اسكايتي في نوردين، ما هي اسباب اقصاء الاوروغواي اليوم بعيدا عن غياب كافاني؟ اظن بان المنتخب الاوروغواي اليوم كما شفنا في الهدف الاول، منتخب الاوروغواي ضرب بسلاحه. منتخب الاوروغواي في الدور الاول سجل 5 أهداف كلها من كرات ثابته. هذا الامر الاول. حتى فرنسا اليوم لعبت على اخطاء الاوروغواي، خطا في التمركز جاء الهدف الاول، هدف ثاني قذفه غريزمان خطا من الحارس سجل هدف ثاني. المنتخب الفرنسي منذ بدايه هذه الدوره يلعب تقريبا على اخطاء الخصوم، ليس بالمنتخب الذي يقدم كره جميله، ليس لم يلعب مثل ما لعبت البرازيل مثلا اليوم في الشوط الثاني او مثل ما لعبت بلجيكا في الشوط الاول. لكن الامر الاكيد بانه فرنسا اليوم اثبتت بانها الان تبقى احد المرشحين للفوز. سينيوتي التكتيك نعم، حتى انه منتخب الاوروغواي لو شاهدنا شتيواني خرج في ساعه لعب، خرج دخل غوماز لاعب نادي سلطا فيغو. في وقت اللي كان فيه شتيواني الزملاء يعرفوا بلي شتيواني يلعب جيدا بالراس. هذا الموسم رفقة جيرونا سجل العديد من الأهداف بالرأس. نعم. تقريبا المنتخب الأوروغواي اعتمد كثيرا على التوزيعات في وقت أنه شتيواني لم يستطع التحرك أمام ثنائي يمتاز بقامة طويلة اللي هو أومتيتي وفاران. إلي جون. نعم. نتابع أيضا الهدف الثاني الذي سجله المنتخب الفرنسي بخطأ فادح من موسليرا الحارس الذي لن ينام اليوم بسبب هذا الخطأ الذي ارتكبه. يعني كرة ميتة يأتي منها هدف مباغت وقاتل، لأنه كان الهدف الثاني بعدين باش تعود في النتيجة 2-0. لا أدري ما حدث في هذه اللقطة، ربما صالح الصاد لماذا لم يتمكن الحارس من التقاط هذه الكرة؟ هو هذا سنتي. هناك أيضا لاعب زميل محمد، فقط قبل أن نغلق الموضوع، هناك لاعب مثل كيمبيمبي هو نصر الشاذلي لاعب منتخب بلجيكا، جاء إلى المغرب لعب مباراة ودية مع المنتخب المغربي ودخل في تربص، ثم بعد ذلك عاد إلى ناديه، وثم بعد ذلك ذهب إلى المنتخب البلجيكي. ناصر الشاذلي نعم. غريزمان صرح بعد المباراة وقال لم يكن بإمكاني أن أفرح، لأن من علمني كرة القدم ومن أدخلني إلى عالم الاحتراف في كرة القدم هو أوروغواياني. لا أعرف ربما من هو هذا الأوروغواياني الذي اكتشف غريزمان وأدخله إلى عالم الاحتراف. نعم. لكن لما كان في سوسيداد. لكن يجب ان لا نغفل عن دور غريزمان اليوم في المباراه، ربما احسن لاعب من جانب الفرنسي رفقه لوكاس هرنانديز. غريزمان اليوم قدم واحده من احسن مباريات، وتمريره حاسمه هدف، لا يمكن ان نطلب منه اكثر من ذلك. كان المدرب روبرتو مارتينيز هو مدرب اسباني كاتالوني، منح لمسه لو نشاهده اليوم، لو نتحدث عن مباراه اليوم امام البرازيل تكتيكيا فقط، لو لاحظتوا اليوم كان دي بروين في المباريات الفارطه كان يلعب رفقه فيتال تقريبا في الاسترجاع. اليوم دي بروين تقدم، دخل شادلي. بلجيكا منذ بدايه الدوره تلعب بثلاث مدافعين في المحور، اليوم لعب باربعه 3-2-1. لو شاهدنا دور ازار ودي بروين، دي بروين اليوم كان خلف لوكاكو، اليوم دي بروين كان اكثر منه هجومي دفاعي. الى شونجي البوست دو ازار. نعم فوالا، ازار افون يلعب مورا لوكاكو، الخطره هذه لا ديكالي سو الكوتي غوش، ديكالي سو الكوتي الى ميل دو بروين لا سا بلاس، باسكو دي بروين تقدم موسى. ايه دي بروين كي داروا بلاص ازار، ازار ديكالاه سو الكوتي غوش. شاهدنا ايضا في الشوط الثاني ما يحسب لروبرتو مارتينيز هو الطريقة التي أراد بها غلق المساحات، غلق الرواقين على مارسيلو وفاغنر. لو شاهدت في الشوط الثاني منتخب البلجيكي كان يلعب بأربع بخطين من 4 لاعبين، أزار كان لم يكن يعد للدفاع، كان يلعب مع فاغنر على الجهة اليسرى تقريبا، ولوكاكو ترك منصبه كقلب هجوم حقيقي راح على الجهة اليمنى، ودي برون كان يجي في العمق. لقطات اللي صنعها المنتخب البلجيكي او المخالفات اللي استفاد منها كان تو سي كارتي ازار سور كوتي غوش ولوكاكو وخلاو كان دي بروين. دي بروين اليوم كان سم قاتل بالاضافه الى لوكاكو، لا نغفل دور لوكاكو في المباراه. دي بروين كان رجل المباراه، اعطته الفيفا هذه الجائزه. تقريبا دي بروين كان افضل لاعب. من جانب البرازيل فرناندينيو لم يجد ضالته بتاتا في وسط ميدان منتخب البرازيل، كما قلت شيخي وكما قال موسى صايب، غياب كازيميرو اثر تاثير كبير على المنتخب البرازيلي في وسط الميدان. نعم. فرناندينيو اليوم لم يقدم شيء، اعتقد بانه مر جانبا، ربما توقفه لشهرين بسبب الاصابه على مستوى مشط القدم اثر
كما يقولوا بالعامية قطع له الريتم. هل نقول بأنه ضيع الكرة الذهبية أيضا؟ نعم ضيعها، كان أمام فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية ولو توجت البرازيل بلقب كأس العالم بعد خروج ميسي وكريستيانو رونالدو، أن لم يظهر من سيفوز بالكرة الذهبية. منذ سنة 2006 لم يسبق أن كان هناك، منذ مونديال 2006 وخروج جميع منتخبات أمريكا اللاتينية، لم يسبق أن كان هنالك نصف نهائي بدون فريق لاتيني لأول مرة منذ 2006. نعم. في 2010 تواجدت الأوروغواي وفي 2014 تواجد البرازيل والأرجنتين. نعم. أصبحت ربما أكثر منها أوروبية أكثر من منها لاتينية. مثلا جيل البرازيل هذا جيل 2004 جيل 2018 ربما لا يشبه في طريقة لعب أبدا جيل 82 اللي فيه فالكاو وزيكو وسكراتاس، كان جيل ممتع. الآن البرازيل أصبحت أكثر واقعية، بالك ما زال جيل امتع في الكرة البرازيلية. الناس الأمريكان ما زال بالك المكسيك يا غاردن بو ولا البيرو ما زال مزون غاردن بو لور فوتبول. تشكيلتان المحتملتان لنهار الغد، كيف سيلعب داليتش مدرب كرواتيا وكيف سيواجهه مدرب روسيا تشيتشيسوف؟ أعتقد بأن زلاتكو داليت سيواصل الاعتماد على نفس الأسماء، برو الحارس بيغوف حارس اللي تصدى ثلاث ركلات جزاء سوبازيتش حارس موناكو سيعتمد على الجهة اليمنى بدون أي شك على فيرسالي، كل الجهة اليسرى سيكون بافاريتش اللي دخل مكان سترينيتش اللي أصيب، في وسط الدفاع سيكون لوفران وفيدا، ثلاثي خط وسط الميدان العالمي بروزوفيتش مودريتش وراكيتيتش، وفي الهجوم ريبيتش على الجهه اليمنى بيريسيتش لعب الانتر الجالي صار مانزوكيتش. اعتقد فقط في منتخب روسيا لو شاهدت مع زميلي محمد في مباراه اسبانيا كان ترك سمولوف رقم 10 تركه في كرسي الاحتياط، وايضا دينيس تشيرتشاف احسن لاعب ربما في روسيا في هذه الدوره كان خلوهم في الاحتياط ودخلوا في الشوط الثاني. اعتقد بانه تشيرتشيسوف غدا سيقوم باقحام كل من سمولوف وتشيرتشاف كاساسيين ليشكل ثلاثي وسط الهجوم رفقه اللاعب المتوقع انتقاله الى اليوفي غولوفين. غولوفين سيكون موجود ايضا ساميدوف وزوبا ايضا زوبا نفس ما كنا نتحدث عنه عن جيرو هو فقط يسجل. الفرق بينه وبين جيرو انه زوبا لاعب يسجل هدفين منذ بدايه المونديال. الفرق بينه وبين جيرو يلعب عليه الكره الطويله يغطي الكره جيدا يلعب بالراس يمنح كره نحو اليمين كره نحو الشمال نحو تشيرتشيسوف عفوا تشيرتشيف وسمولوف وغولوفين يهيئ لهم الكرات. هناك بعض لقطات من المنتخب الإسباني شاهدنا في أكثر من مرة كان يغطي يعتمد على البنية الجسدية تاعه ويغطي الكرة في انتظار وصول لاعبي الوسط الهجومي لكي فردي روميز نعم. نتحدث عن المنظومة الدفاعية الروسية مع هذا الفيديو. زلاتان السويد لم تحقق شيئا، وبغياب زلاتان السويد تمر إلى ربع نهائي كأس العالم. زميلي محمد زلاتان إبراهيموفيتش مثل ما تعرفه وعرفه يعرفه الجميع لاعب مزاجي، شاهدنا حتى تصريحاته منذ أيام لما جاء ليبرون جيمس إلى لوس أنجلوس أصبح ينافسه في النجومية، فقال لهم الآن في لوس أنجلوس يوجد شخصين عظيمان ملك وسلطان. زلاتان إبراهيموفيتش ربما كان شخصيته كانت تؤثر في زملائه أكثر. لو نشاهد في مباريات التي كان يلعبها رفقة المنتخب السويدي قبل إقصاء أمام رونالدو في سنة قبل ملحق 2014 وكذلك في سنة 2010 تقريبا خرج بالملحق أيضا، هذه المرة السويد بجيل جديد حتى أنه يملك لاعب مثل طيفونان موسى، طيفونان لاعب نادي تولوز في هذا الموسم كان أسوأ لاعب في تولوز صفر هدف طيلة الموسم مع تولوز، وفي كأس العالم أحسن لاعب سويدي ربما. بس أعتقد بأنه غدا السويد وإنجلترا سيكون دربي تقريبا دربي بين المنتخبين، أول لقاء بينهما في كأس العالم منذ سنة 2006 نهاية المباراة 2-2. أعتقد بأن السويد غدا هو آخر يوم لها في كأس العالم ربما وستحمل حقائبها ضد منتخب إنجلترا. بلال بعيدا تجارية تماما مثل ما كان الحال لما استقدم بيكام لو تتذكر، لكن بيكام من أجل بيع الأقمصة، حتى بوفون له اسم كبير، لكن أي أقمصة تباع لحارس مرمى؟ لا ليس فقط من جانب الأقمصة الإشهار. نحن لا نعرف عقد بوفون مع نادي باريس سان جيرمان، لم نطلع عليه. عام واحد نعم، لكن بنود العقد ربما هناك حقوق صور في عقود لاعبين محترفين، حقوق صور هي دائما التي تطرح دروا ديماش. هذه شوف نوردين كن متأكد بأنه لو فيه أموال أو فيه شيء يمكن امتصاصه من بوفون نادي جيفنتوس لم يكن ليتركه. لكن محمد لا أعتقد بأنه بإمكان بوفون وحده جلب دوري أبطال أوروبا لنادي باريس سان جيرمان. إذن نتساءل، يلعب في دوري ضعيف، الدوري الفرنسي مستواه ناقص تقريبا مقارنة بالدوريات التي تسيطر على. هل ربما جلبوه يذهب أم يبقى؟ أعتقد بأنه سيذهب
من ريال مدريد نحو جوفنتوس. لكن أريد فقط قول معلومة واحدة. اليوم كنت في حديث مع أحد صحفيين الإسبان، صحفي قناة ريال مدريد، قال لي ما يفعله كريستيانو رونالدو ليس سببه أموال. قال لي بأن محيط كريستيانو رونالدو خورخي مانداز وعائلته أثروا كثيرا في كريستيانو رونالدو ربما ليتخذ قرار الرحيل من ريال مدريد. خورخي مانداز كما تعرف أفضل، ربما أفضل مانجر في العالم، عنده تأثير كبير على لاعب مثل كريستيانو رونالدو. حتى والدته قبل شهرين لو تتذكر موسى صرحته قالت لهم لو يغادر ابني مدريد فلا مشكلة لدي.